يشكو المواطنون ممن يترددون إلى المدن الصناعية في العاصمة عمان لصيانة مركباتهم من عمليات الغش في بيع قطع السيارات، إضافة للغش التجاري الذي ترتكبه بعض الكراجات وقيامها بالإصلاح دون اعتماد الجودة ومراعاة اشتراطات الأمان وقلة الكفاءة عند الحرفيين أصحاب الكراجات. الحقيقة الدولية تجولت في إحدى المدن الصناعية في العاصمة عمان واستمعت لمواطنين أتوا لصيانة مركباتهم عن شكاوى على المحلات بيع قطع السيارات في التلاعب بجودة هذه القطع وعن قلة الكفاءات الحرفية لدى أصحاب الكراجات. بالنسبة للحرفيين يعني منلاقي بالمدينة الصناعية حرفيين أصلا هم غير مؤهلين أنهم يصلحوا السيارات، أو يعني حتى في بعض الحرفيين بتحط السيارة بتأمن تقول إنه هذا الزلمة خلص بيشتري القطع، بتلاقي بدوبل عليك ثمن القطعة وهي قطعة تقليد مش أصلية. يعني هذا يعني شو بدي أحكي لك، سببه إنه ما فيش رقابة على المهنيين اللي هنا بالمدن الصناعية. في منه كتير هذا الحكي إنك تصلح إنه بفتح لك فاتورة عنده، الله وكيلك تفتح فاتورة عنده بتصير تصلح كل أسبوع تصير تزوره زي الدكتور. أكيد في تلاعب، بس هم اللي بيبيعون إياهم بكل بغشوا، يعني لما تيجي تشتري على السيارة يكون كل شيء أصلي غير لما أنت تشتري من محل ثاني، محل أكيد راح يكون مش أصلي، هم بيقولوا لك أصلي بس بيكون مش أصلي. يعني القطع فيه بيبيعوها، في قطع منها غش تقليد وفي منها قطع، خلينا أكبر لك السلافي، لو أنه في قطع بأخذوها مثلا القطع الأصلية بأخذوها مثلا على الصين بيصنعوا بدالها مثلها مثل الأصلية وتلاقيها هي تقليد صيني. والله إجمالا يعني أغلبهم صناعية مش يعني زي ما بدك أنه شاطرين، فممكن تصلح شغلة بعد فترة تلاقيها خربت، النتيجة أنه قطع يعني تكون مش الأصلية. صار الواحد يدفع بزيادة حتى يروح على الشركة الصانعة يأخذ قطعة بزيادة أحسن ما يشتريها من السوق من باقي السوق، لأنه بقطعة بتلاقيها تقليد وما بتصمدش. يعني حرفي في ناس بتفهم في ناس ما بتفهم، والله مش كلهم، يعني في ناس بغشك وفي ناس يعني حسب معارفي، يعني أنا باجي على حد معارفي واحد غريب ما بصلح عنده. مر علي إن القطع بفكوها مثلا جوزات كذا رايح جاية وبرجعوا يدهنوها وكذا برشبوا لها جولة بدهنوها ببيعوها أصلية جديدة. بيجي بقول لك هذا نخب أول وهذا أصلي، اذا بتفتحه اذا انت ركبته بتعرف انه مش اصلي، ميد ان تشاينا بتلاقيه او ميد اي شيء ثاني، يعني اكثر قطع الموجوده مو اصليه. اصحاب محلات قطع السيارات قالوا انهم يستوردون قطع السيارات من دول اسيويه وتختلف جوده وسعر القطع من دوله الى اخرى. القطع الكوريه مرغوب كثير، يعني افضل من القطع الصينيه، ولكن في صيني درجه اولى وسعره منافس يعني مناسب بالسوق وبركبوا الناس وجودته عالية. في مستعمل وفي جديد، في هندي وفي صيني، والموجود أكثر في السوق حاليا صيني، هو يعني اللي متداول في السوق كله صيني، أما المستعمل كله أصلي، في ياباني في ألماني. فإحنا بنجيب السيارة بنشتريها سيارة كاملة، بناخذها بعد ما نفحصها ونتأكد من صلاحيتها وكل شيء، بنروح بنفكفكها كقطع وبنقصقصها وبنجيبها، طبعا نشحنها بنجمعها في منطقة تجميع وبنشحنها للأردن عن طريقها. بس على مستوى الزبون هو اللي بيطلب على حسب السعر، كل شيء له سعره. يعني أنت لما تيجي تحكي تقول قطعة صينية حقها مثلا 12 دينار وفي قطعة كورية حقها 18 دينار. طبعا أنا لما بشتري سيارة ماشي وكفالة على التركيب، موتور بأخذه مثلا مكفول لمدة 20 يوم 3 أيام من ضد الكسر، الجير مكفول مثلا كمان 3 أيام، يعني كل شيء بأخذ كفالة مع التركيب، يعني ما بأخذ إشي بدون هيك يعني. بس الموجود حاليا في السوق جديد فيش إشي اسمه أصلي، كذب اللي يقول لك أصلي، لا كله معظم الموجود في السوق صيني. ويقول المواطنون إن أصحاب المحلات يضعون بين أيديهم ثلاثة أصناف لقطعة غيار واحدة مقلدة، واصفين إحداها بالأصلية والثانية بالمتوسطة والثالثة بالرديئة، بينما هي في حقيقة الأمر نفس القطعة المقلدة بهدف استنزاف جيب الزبون الخاسر في نهاية الأمر، وسط غياب الجهات الرقابية على هذه المحلات ليبقى المواطن رهينة غش بعض الحرفيين. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.